في موضوعنا الرئيسي الليلة، ضغوط متزايدة على ترامب لقبول تقييم CIA بخصوص قتل خاشقجي، ومطالبات في الإعلام ومنصات التواصل لإدارته بالتحرك قبل فوات الأوان. قبل أن نتوسع في ملفاتنا الرئيسية، نتوقف مع هذه الإطلالة على المواضيع الأكثر تصفحا على موقع الجزيرة .net. ترامب: لا أعلم إن كان محمد بن سلمان كذب علي بشان مقتل خاشقجي. ونيوزويك: هؤلاء بعض من قد تقتلهم السعودية بقضية خاشقجي. ونتنياهو يصارع لإنقاذ الحكومة. إذن تتواصل الضغوط في الكونغرس والإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي على الرئيس الأمريكي لقبول تقييم CIA بخصوص قتل خاشقجي. وترامب يقول أنه سيلتقي في غضون أو يتلقى في غضون اليومين المقبلين تقريرا مفصلا يحدد القتلة. من أبرز المواقف وأحدثها في هذا الصدد ما قاله السيناتور الجمهوري لينزي جراهام عن أنه من المستحيل أن يصدق المرء أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يكن على علم بتوجه فريق من 15 شخصا من السعودية لقتل الصحفي جمال خاشقجي. كنت أعتقد منذ اليوم الأول أن 15 شخصاً أو 18 شخصاً مهما يكون العدد لن يركبوا طائرتين ويتوجهون إلى تركيا ويقطعون شخصاً يعرف بانتقاده لولي العهد في القنصلية دون أن يعلم ولي العهد بذلك. إن كنت تعلم ما يجري في السعودية وتعرف محمد بن سلمان، فإن القول بأنه لم يعلم شيئاً أمر يستحيل أن أصدقه. وإذا كان سيمثل وجه وصوت المملكة في المستقبل، فإنها ستواجه أوقات عصيبة على الساحة الدولية. السعودية حليف مهم، ولكن فيما يتعلق بولي العهد فإنه شخص غير عقلاني ومعتوه، وأعتقد أنه سبب أذى كبيرا للعلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، وليس لدي أي نية في العمل معه على الإطلاق. وعلى تويتر غرد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ريتشارد بلومنثل قائلا على ترامب أن يقبل خلاصة وكالة الاستخبارات التي لا جدال فيها، وهي أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مذنب في القتل الوحشي لخاشقجي. ينبغي أن تكون هناك عواقب لقتل خاشقجي، فرض عقوبات ومحاكمة محمد بن سلمان وإزاحته بدلا من الاستمرار في التستر بتمكين من ترامب. كذلك نبه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب كوركر إلى أن كل شيء يشير إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو من أمر بقتل جمال خاشقجي. على إدارة الرئيس ترامب أن تتوصل إلى تحديد موثوق فيه للمسؤولية قبل أن يقوم محمد بن سلمان بإعدام من يبدو أنهم نفذوا أوامره. الصحفية أنجيلا ديوان قالت: يبدو أن كل من ترامب والسعوديين يتمنيان إبعاد ولي العهد عن الاتهامات المتزايدة بشأن ضلوعه في مقتل خاشقجي، وربما يغير تقدير وكالة الاستخبارات المركزية ذلك. الكاتبة والصحفية ثمر جراح قالت: السيدة التي عملت جاهدة لإضافة اسم سعود القحطاني على قائمة العقوبات بسبب قضية اغتيال جمال خاشقجي استقالت مساء اليوم، هل هي معترضة على تقاعس ترامب؟ والإشارة هنا إلى مسؤولة السياسة الأمريكية تجاه السعودية في البيت الأبيض بالطبع كريستين فونتين روز. محررة الشؤون الدولية في صحيفة الواشنطن بوست كارين عطية أشارت إلى هذا الموضوع قائلة: مسؤولة السياسة الأمريكية تجاه السعودية استقالت مساء الجمعة، تحرك قد يحدث شرخا داخل إدارة ترامب بشأن التعامل مع القتل الوحشي للصحفي المعارض جمال خاشقجي. كريستين فونتين روز قد لا يكون اسمها مألوفا كثيرا، لكن الدوائر السياسية والإعلامية في الولايات المتحدة تدرك جيدا حساسية منصبها في الفترة الحالية بالخصوص. هي مسؤولة السياسة الأمريكية تجاه السعودية في البيت الأبيض، وقالت صحيفة نيويورك تايمز إنها قدمت استقالتها الجمعة في مؤشر على احتمال وجود شرخ داخل الإدارة الأمريكية بشأن الرد على مقتل خاشقجي. الصحيفة أشارت إلى أن روز ضغطت باتجاه فرض إجراءات قوية ضد السعودية، ودفعت أيضا باتجاه إضافة سعود القحطاني مستشار ولي العهد السعودي إلى قائمة العقوبات.
من التطورات الملحوظة كذلك اليوم في قضية خاشقجي وحظيت بقدر من التفاعل ما كشفته صحيفة يعني شفق التركية عن أن فريقا على صلة بالقيادي المفصول عن حركة فتح الفلسطينية محمد دحلان له علاقة بجريمة قتل خاشقجي. الناشط تركي الشلهوب علق على ذلك قائلا: صحيفة يعني شفق التركية تكشف أن فريقا مرتبطا بمحمد دحلان جاء من لبنان إلى القنصلية السعودية في اسطنبول وساعد في طمس آثار جريمة اغتيال جمال خاشقجي. ربما لهذا السبب ظل محمد بن زايد صامتا واختفى عن المشهد في الفترة الأخيرة. الناشطة غادة نجيب قالت عن صحيفة يعني شفق التركية نقلا عنها: فريق مرتبط بمحمد دحلان جاء من لبنان للقنصلية السعودية وعمل في إزالة آثار جريمة خاشقجي، ودخلت تركيا بجوازات مزورة والمخابرات التركية لديها تفاصيل هذا الفريق ونشاطه. دحلان، وتضيف هي غدا نجيب، دحلان يعني بن زايد، ابعت يلي بتبعت وزود من الفضايح. صلاح السلوي قال: للقصة بقية، دم خاشقجي سيجرهم واحدا بعد واحد، أخيرا ظهر اسم دحلان وبعده بن زايد. هل كان بإمكان تركيا أن تمنع مقتل خاشقجي؟ سؤال استثار باهتمام رواد التواصل الاجتماعي مع تزايد اتهامات النشطاء في السعودية لأنقرة بالتجسس على قنصلية بلادهم. وغردت الإعلامية إيمان الحمود بهذه التغريدة: البعض يقول تركيا كانت تتنصت على القنصلية قبل دخول جمال خاشقجي، فلماذا لم تمنع ما حدث؟ رغم بشاعة ما حدث تتهمونها بالتجسس، ماذا لو أنها اقتحمت بعثة دبلوماسية استناداً على أحاديث ربما كانت مجرد نوايا؟ مع الأسف قدمتم رقبتكم لتركيا على طبق من ذهب بسبب بعض الحمقى المارقين. وأجابها الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد وكتب: الحديث ليس عن اقتحام بناء على نوايا، لماذا لم يحذر خاشقجي رحمه الله من الذهاب رغم العلاقة المتميزة والمباشرة به؟ وحتى لو لم تكن علاقة متميزة، تحذيره هو الأمر الصائب إلا إذا كان المراد أن يحدث ما حدث. وجهة نظر بدت صادمة للبعض، فقد علق المغرد تاج السر عثمان بالقول: الشاعر العبقري يلوم الأتراك لماذا لم يحذروا جمال من قنصلية بلاده، ولا يلوم من أمر بالقتل ولا من أشار عليه ولا حتى القنصل. وبعدد صياغة سؤاله: لماذا يا أتراك لم تحذروا خاشقجي بأننا ننتظره بمنشار وسنخنقه ونقطعه إربا إربا ونذيب جثته بالأسيد وننكر فعلتنا ونتهمكم بقتله يا مجرمين. الموضوع استثار أيضا باهتمام حسن بن محمد الذي غرد: تحذره من الدخول مطمئنا إلى قنصلية بلاده؟ من يتخيل أن يغتال مواطن داخل أن يغتال مواطن داخل مكان يفترض أنه أأمن مكان؟ وهل تقبل أن تحمي تركيا المواطنين السعوديين من غدر نظامهم؟ الإعلامي جمال سلطان علق على تسريبات الصحافة الأمريكية أمس وكتب: يبدو أن CIA تعلمت من الأداء التركي فسربت تقريرها عن مقتل خاشقجي للصحافة قبل لقاء مديرة الجهاز مع الرئيس ترامب. بينما اتهم الصحفي سلام عبد الحميد الولايات المتحدة بدعم الأنظمة المستبدة وغرد: كثير من أعضاء الكونغرس يتباكون على ما يفعله ترامب بسمعة بلدهم في جريمة قتل جمال خاشقجي بالتستر الفاضح على القاتل بن سلمان، ويتناسون أن بلدهم دمر ولا زال عشرات البلدان حول العالم طيلة السنوات السبعين الماضية، وأن أمريكا تدعم كل رموز القمع والاستبداد والفساد خارج حدودها. المغرد ناصر خان استغرب إدراج أمور كثيرة عاد قتل خاشقجي ضمن البدع، وقال: كل ما عملنا شيء قالوا بدعة، نحتفل بالمولد النبوي بدعة، نحتفل بعيد الأم قالوا بدعة، واليوم قطعوا جثة مسلم ولا أحد قال منكر.